السلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وأمسية سعيدة على الجميع. وبورشة القاهرة الشيخ زايد زرناهم وحبينا نتعرف على الموجودين هناك، الله يعطيهم العافية، ونشوف إيش اللي موجود في الشورو. في كم سيارة حلوة، خلونا نأخذها مع بعض ونتعرف على الشوروم بشكل عام. هذه السيارات اللي موجودة، فزي ما انتم شايفين أغلبها SUVs أو جيوب، سواء كان كين، هذا كين مستعمل، وتقريبا سعر بكم؟ 3,300,000 جنيه، طبعا 6 سلندر، اقسم على 5 ويطلع لك بالريال السعودي. شوف في هنا الكوبي، ونفس الشيء 6 سلندر، هذا ماشي 20,000، 3,600,000. شكل السيارة صراحة جميل. ريحة الجلد تفتح النفس، سوفت كلوز، عندك الاكزوز السبورت، وفي المكان بنشوف بيج من داخل، ماشي 22 ب2,500,000 2021. وهذا كين اس، شوف الهيدروليك نازل شوي، جديد اتوقع 3,500,000 تقريبا، بس اعتقد انه بدون ضريبة اذا ماني غلطان. نفس الشيء من داخل احمر، شوف السيارة فعلا جديدة. اتوقع مستعملة، بس الكين لما يكون هيدروليك ويكون نازل شكله ما شاء الله روعة. شوف شاحن سيارات الكهربائية، ممكن نشوف آخر واحدة اللي هو الكين الكوب، ما شاء الله شكله خرافي. ودي أشوف اللون هذا وش اسمه، كشمير بيج، ومن داخل براون، ماشي 17,000 ب4,500,000. الصراحة اللون جميل، والسقف أسود داخل جملي. طب اللونين، سقف بانوراما، جناح، وطبعا عندهم بعض الاكسسوارز اللي يبغى ياخذ اكسسوارز من البورش. طبعا هنا الشوروم في الشيخ زايد بس ما في سيرفيس. الحلو ان تقريبا الغوا الضريبه، كانت تقريبا 200 شيء في المية، 250 270%، فتقريبا صارت 35%، فالمبيعات صارت في مصر بشيء خرافي. يعني أتوقع أن العام إذا ماني غلطان كسروا حاجز 200 سيارة، فتمنيت لهم بالتوفيق. شغالين نشوف في 3 شورومز ما شاء الله، بينما اللي عندنا في الرياض نص شوروم أتوقع. يعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله في دولة ثانية ومدينة ثانية نتعرف على
وكالة بورش في كل مكان، فما الله.